السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني المتوسط أه وصلنا تأكد من فهمك صفحة خمسة وثمانين نعم حل المعادلات باستعمال الجذر التربيعي أولا منطيني اكس تربيع يساوي خمسة وعشرين X تربيع يساوي خمسة وعشرين أولا إكس تربيع يساوي خمسة وعشرين، هو قايل لي قايل لي حل المعادلات باستعمال الجذر التربيعي، فلما أقول باستعمال الجذر التربيعي يعني شنو أخلي له جذر، يعني نقول إكس يساوي سالب. أو جذر سالب أو موجب خمسة وعشرين يعني نجذر بجذر الطرفين أما إكس يساوينا جذر خمسة وعشرين إكس يساوينا خمسة أو إكس يساوينا سالب جذر خمسة وعشرين إكس يساوينا سالب خمسة مجموعة الحل خمسة وسالب خمسة هاي أولاً النقطة الأولى زي ثانياً مطيني أربعة واي تربيع يساوينا واحد همات بجذر الطرفين أقول واي تربيع لحظة لا نقسم على أربعة يعني نقسم على أربعة أقول واي تربيع يساوي واحد على أربعة هسا بجذر الطرفين وهاي يساوينا زائد أو سالب جذب جذر واحد على أربعة نقول y يساوي أما y يساوينا جذر واحد على أربعة أه نقول أه واحد على اثنين أو واي يساوي لنا سالب جذر واحد على أربعة واي يساوي سالب واحد على اثنين إذا مجموعة الحل مجموعة الحل منطيني واحد على اثنين وسالب واحد على اثنين هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية نجي على النقطة الثالثة النقطة الثالثة اثنا عشر زد تربيع يساوينا أربعة أقول زد تربيع يساوينا أربعة على اثنا عشر يعني اقسم هنا على 12 هاي تروح اذا هاي بيها وحده هاي بيها ثلاثه زد تربيع يساوي واحد على ثلاثه بجذر الطرفين نقول زد يساوينا زائد او سالب جذر واحد على ثلاثه يعني اذا آه زد اما زد يساوينا سالب واحد على ثلاثه آه ويساوينا نجذر البسط والمقام الواحد ماله آه جذر فقط نجذر واحد على جذر ثلاثة أو أقول زيد يساوينا سالب جذر واحد على ثلاثة نقول آه زيد يساوينا سالب واحد على جذر ثلاثة مجموعة الحل واحد على جذر ثلاثة وسالب واحد على جذر ثلاثة أي النقطة الثالثة نجي نروح على النقطة الرابعة النقطة الرابعة يقولي أنت تربيع ناقص ثلاثة يساوينا ثلاثة عشر نعم أنت ربيع يساوينا ثلاثة أن تربيع ناقص ثلاثة يساوينا ثلاثة أقول أن تربيع يساوينا ثلاثة عشر، أنقل ثلاثة زائد ثلاثة، أن تربيع يساوينا سطعشر، بجذر الطرفين أن يساوي زائد أو سالب جذر سطعشر، أن يساوينا سالب أو زائد أربعة، أقول أما أن يساوينا أربعة، أو أن يساوينا سالب أربعة، إذن مجموعة الحل آه اللي هي آه أربعة وسالب أربعة لا هسه هس خامسا آه خامسا خامسا مطين السبعة زائد أم تربيع يساوي ثلاثة وأربعين أقول أم تربيع يساوينا ثلاثة وأربعين ناقص سبعة، إم تربيع يساوينا ثلاثة وأربعين ناقص سبعة بها ستة وثلاثين، بجذر الطرفين إم يساوينا زائد أو سالب جذر ستة وثلاثين، إم يساوينا زائد أو سالب ستة، جذر الستة وثلاثين جاية من ستة، إذاً إم يساوينا ستة من الستة اذا ام يساوينا سته او أم يساوينا سالب جذر ستة وثلاثين أم يساوينا أم يساوينا سالب ستة مجموعة الحل سالب ستة وستة هذا الحل نجي على رقم ستة واحد على اثنين اكس تربيع يساوينا تسعة اقسم يعني نقول اثنين نضرب واحد على اثنين اكس تربيع يساوينا اثنين في تسعة تمام هسا الاثنين ويا الاثنين راحت بقت اكس تربيع بقت اكس تربيع يساوينا اه اثنين في تسعة ثمانطعش أقول x يساوي زائد أو سالب جذر ثمنتاعش. أما x يساوي جذر ثمنتاعش، x يساوي جذر ثمنتاعش تسعة في اثنين. إذن x يساوي جذر ثمنتاعش تسعه في اثنين إذا x يساوي ثلاثه جذر اثنين. أو x يساوي سالب جذر ثمنتاعش، x يساوي سالب جذر تسعة في اثنين. إكس يساوي سالب ثلاثة جذر اثنين إذا مجموعة الحل ثلاثة جذر اثنين وسالب ثلاثة جذر اثنين هذه النقطة السادسة نجي على النقطة السابعة النقطة السابعة يقول باستعمال الضرب الصفر واي ناقص أربعة، وهنا واي زائد سبعة يساوينا صفر، أقول أما أو أقول أما واي ناقص أربعة، أما واي ناقص أربعة يساوينا صفر، واي يساوينا أربعة، أو واي زائد سبعة يساوينا صفر، واي يساوينا سالب سبعة، إذا مجموعة الحل أربعة وسالب سبعة، هذه زين نجي على رقم ثمانية اه رقم ثمانية اه إكس زائد عشرة وإكس زائد عشرة يساوينا صفر أقول أما أو أما إكس زائد عشرة يساوينا صفر إكس يساوينا سالب عشرة أو إكس زائد عشرة يساوينا صفر أكس يساوي سالب عشرة مجموعة الحل اللي هي عشرة وسالب عشرة تمام نجي على رقم عشرة تسعة تسعة تسعة, تسعة مطيني ثلاثة عشر ناقص إم وستة ناقص إم يساوي صفر أقول أما 13 ناقص M يساوي لنا 13 يساوي M يعني M يساوي 13 أو 6 ناقص M يساوي لنا M يساوي لنا 6 تمام؟ نروح على رقم 10 رقم عشرة uh, H اتش ناقص 15 و اتش ناقص ثمانية يساوي صفر اقول اما اتش ناقص 15 يساوي صفر اتش يساوي 15 او اتش ناقص ثمانية يساوي صفر اتش يساوي ثمانية هذه عشرة نجي على رقم ادعش، uh, اه مطين ثلاثة ثلاثة إكس ناقص و وإكس زائد تسعة يساوي صفر، أقول أما ثلاثة إكس ناقص إحداش يساوي صفر، ثلاثة إكس يساوي لنا أقسم على ثلاثة إكس يساوي لنا على ثلاثة، أقول أو إكس زائد تسعة يساوي صفر، إكس يساوي سالب تسعة. هسة على رقم اثنى عشر <hesitation> اثنى عشر في زائد جذر خمسة وفي ناقص جذر سبعة، في ناقص جذر سبعة، تمام؟ أقول أما في زائد اللي جذر خمسة، أما في. اما في زائد جذر خمسه يساوي لنا صفر يعني نقول في يساوي لنا سالب جذر خمسه او نقول في آه ناقص جذر سبعه ناقص جذر سبعه يساوي لنا صفر في يساوي لنا جذر سبعه تمام زين. هسه رقم 13 عشر مطيني واي تربيع ناقص واي يساوي صفر هنا اه الواي عامل مشترك بقت عدي واي ناقص واحد يساوي صفر أقول هم أما واي يساوينا صفر أو واي اه نقول أما واي يساوينا صفر أو واي ناقص واحد يساوي صفر واي يساوي واحد هسة على رقم اربعة عشر، رقم اربعة عشر خمسة زد تربيع زائد خمسة وعشرين زد يساوينا صفر، هذا الخمسة عامل مشترك الخمسة زد تبقى عدي زد زائد خمسة يساوينا صفر، أقول أما أو أما أو. أقول أما خمسة زد يساوي لنا صفر أو زت زائد خمسة يساوي لنا صفر عيني فاثنين ناتين آه زت زائد خمسة آه لحظة أما زت زائد أما خمسة زد يساوي صفر أما خمسة آه زد يساوي لنا صفر هنا راح اكمل زيت يساوينا صفر على خمسه زيت يساوينا صفر او زيت زائد خمسه يساوينا صفر زيت يساوينا سالب خمسه تمام زين هسه رقم خمسه عشر. رقم خمسه عشر ثلاثة تي ناقص تي تربيع يساوي صفر نسحب التي عام المشترك بقت عدي ثلاثة ناقص تي يساوي صفر أما تي يساوي صفر أما تي يساوي صفر أو ثلاثة ناقص تي يساوي صفر أه تي يساوي ثلاثة تي يساوي ثلاثة هذا رقم خمسة عشر نجي على رقم ستة عشر جذر 18 اكس تربيع زائد ثلاثة اكس يساوي لنا صفر جذر 18 جاي تسعة في اثنين اكس تربيع زائد ثلاثة اكس يساوي لنا جذر التسعة نقول ثلاثة جذر اثنين اكس تربيع زائد ثلاثة اكس يساوي صفر زين هسه نقول ثلاثة إكس عامل مشترك شو بقت عدي؟ بقت عدي جذر اثنين إكس جذر اثنين إكس زائد واحد هذا الثلاثة إكس خلي مكانه واحد يساوي صفر أما ثلاثة إكس يساوي صفر قسم على ثلاثة إذا إكس يساوي صفر تمام أو أو آه نقول آه جذر اثنين أو جذر اثنين إكس زائد واحد يساوي صفر جذر اثنين إكس يساوي سالب واحد إذا إكس يساوي جذر الاثنين إكس لحظة آه آه أما جذر الاثنين إكس يساوي سالب آه واحد إذ يساوي صفر جذر اثنين إكس يساوي سالب واحد إذاً إكس يساوينا سالب إكس يساوينا على جذر اثنين سالب واحد على جذر اثنين سالب واحد على جذر اثنين إذاً إكس يساوينا صفر سالب واحد على جذر اثنين هذا الستة عشر ، زين. ننتقل إلى تدرب وحل التمرينات رقم 17 أقول واي تربيع يساوي ستة 36 هم بجذر الطرفين يعني أقول بجذر الطرفين اللي هو نقول واي يساوي زائد أو سالب جذر ستة وثلاثين واي يساوي آه زائد أو سالب ستة يعني مرة آخذها سالب ستة يعني نقول واي يساوينا ستة أو يساوي يساوينا سالب ستة هذا رقم سبعة عشر نجي على رقم ثمانية عشر نقول سبعة زائد تربيع يساوينا واحد أقسم على سبعة إذا زت يساوي زائد أو سالب جذر آه واحد على سبعة زايد يساوينا زائد او سالب واحد على جذر سبعة زايد يساوينا واحد على جذر سبعة أو زايد أو يساوينا سالب واحد على جذر سبعة زا هسا رقم ثمن تسعة عشر رقم تسعة عشر تي تربيع ناقص أربعة يساوينا اثنا عشر اذن ارتب ارتبها نقول تي تربيع يساوي انقلها عشر زائد أربعة تي تربيع يساوي 16 بجذر الطرفين تي يساوي زائد او سالب جذر 16 تي يساوينا زائد او سالب أربعة اما تي يساوينا لنا او تي يساوينا سالب أربعة سي ناخذ يا عيني رقم عشرين يلا عيني رقم عشرين رقم عشرين سبعة زائد أن تربيع يساوينا ستة وخمسين، هذا رقم عشرين، أقول أن تربيع يساوينا ستة وخمسين ناقص سبعة، أن تربيع يساوي أن تربيع يساوي ستة وخمسين ناقص سبعة تسعة وأربعين، بجذر الطرفين زائد أو سالب جذر تسعة وأربعين. إن يساوينا سبعة أو إن يساوينا سالب سبعة، هسا رقم واحد وعشرين، واحد وعشرين زد تربيع يساوينا أربعة على تسعة، زد تربيع يساوينا أربعة على تسعة، يلا يعني نقول زيت يساوي نزائد أو سالب جذر أربعة على تسعة زيت يساوي نزائد أو سالب جذر الأربعة اثنين جذر التسعة ثلاثة زيت يساوي اثنين على ثلاثة أو زيت يساوي سالب اثنين على ثلاثة هذا رقم واحد وعشرين ننتقل إلى رقم اثنين وعشرين نقول في تربيع ناقص واحد على اثنين يساوي واحد على اثنين في تربيع يساوي واحد على اثنين زائد واحد على اثنين في تربيع يساوي ربع يعني نقول ها آه واحد زائد لحظة اثنين واحد زائد واحد اثنين هاي بيها واحد اذا في تربيع يساوي واحد في يساوي زائد او سالب جذر واحد في يساوي واحد أو بيساوينا بي سالب واحد هسا رقم ثلاثة وعشرين نقول إكس ناقص خمسة وإكس زائد ستة يساوينا صفر أقول اما إكس ناقص خمسة يساوينا صفر إكس يساوي خمسة أو إكس زائد ستة يساوينا صفر إكس يساوينا سالب ستة إذا مجموعة الحل اللي هي مجموعة الحال اللي هي خمسة وسالب ستة نعم خمسة وسالب ستة أربعة وعشرين أربعة وعشرين بها خمستعش ناقص أن وسبعة سبعة ناقص أن يساوي لنا صفر نقول خمستعش ناقص أن يساوي لنا صفر خمستعش أن خمستعش يساوي أن هنا خمسة عشر يساوي أو سبعة ناقص إن يساوي صفر سبعة يساوي إن ناخذ الخمسة وعشرين اللي هي خمسة t ناقص ثلاثة عشر وتي زائد ثمانية يساوي صفر زين أقول خمسة 5T ناقص ثلاثة عشر صفر خمسة تي يساوي لنا تمام خمسة تي يساوي لنا إذن تي يساوي لنا على خمسة أو تي زائد ثمانية يساوي صفر تي يساوي سالب ثمانية نعم ننتقل إلى صفحة إلى رقم ستة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين جذر ثلاثة ناقص في وهنا جذر ثلاثة زائد في يساوي صفر أقول أما جذر ثلاثة ناقص سبعة يساوي صفر جذر ثلاثة يساوي في v. V يساوي جذر ثلاثة أو جذر ثلاثة زائد في يساوي صفر في يساوي سالب جذر ثلاثة هسة رقم سبعة وعشرين زد تربيع ناقص زد يساوينا صفر، أطلع الزد عامل مشترك يساوينا صفر، أقول أما أو، أما أو إذا أقول أما زد يساوينا صفر، أو زد ناقص واحد يساوينا صفر، زد يساوينا واحد، هاي السبعة وعشرين، نجي على رقم ثمانية وعشرين، اثنا عشر إن. آه، ناقص اثنين ان تربيع يساوي صفر ناخذ الاثنين ان عامل مشترك بقت عندي ستة ناقص ان يساوينا صفر لان سحبنا الاثنين عامل مشترك اقول اما اثنين ان يساوينا صفر ان يساوينا صفر على اثنين ان يساوينا صفر او ستة ناقص ان يساوي صفر ان يساوي ستة تمام هسه بس التسعة وعشرين احلها هنا أه نقول اثنين جذر خمسة في تربيع زائد اثنين جذر خمسة في يساوي لنا صفر أه نقول اثنين جذر خمسة في ناخذها عامل مشترك في زائد واحد ويساوي صفر أما اثنين جذر خمسة في يساويننا صفر آه نقول جذر اثنين خمسة في يساوي يعني في يساويننا صفر على اثنين جذر خمسة أو في آه زائد واحد يساويننا صفر في يساويننا سالب واحد تمام